شط الغيره الكلية 826 تفرقة 429 حاضر 397 القسم حاضر تفتيش سيدي. العقيد فتح محمد ضابط مركز شرطة المنور سيدي. زيارتنا اليوم إلى قسم شرطة القيارة تابع لقيادة شرطة محافظة نينوى للوقوف على الاستعدادات ومدى تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون شهر طاعة وغفران ومحبة وسلام ويام على بلادنا وشعبنا ومحافظتنا إن شاء الله. الكل يعلم أنه خلال هذه الفترة المقبلة نحتاج إلى اليقظة والحذر والانتباه الشديد وتطبيق القانون بحذافيره ضمن قاطع المسؤولية، علاوة على تقديم أفضل الخدمات الشرطوية للأخوة المواطنين الأعزاء الكرام. أوصيكم بالتعامل الحسن والجيد وتقديم كل التسهيلات للأخوة المواطنين كل ضمن نطاق عمله وضمن محيط مسؤوليتها، وأيضا أؤكد على اليقظة والحذر وتطبيق القانون وتفويت الفرصة على كل من يحاول التجاوز أو التطاول على أمن القانون، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أؤكد على التعاون مع كل الأجهزة الأمنية الموجودة ضمن قاطع المسؤولية من الجيش العراقي وقوات الحشد والوكالات الأمنية وبقية القطاعات العاملة ضمن قاطع المسؤولية. عملكم خلال الفترة الماضية كان عمل بمنتهى الشجاعة، ونحتاج إلى المزيد من العمل خلال الفترة المقبلة. احتياجاتهم وامورهم ونكمل امورنا ان شاء الله. احنا هاي منطقه مهمه وقاطع مهم، والامن في الموصل يبدا من هاي المنطقه، فلازم كل منطقه تكون دائما تكون الوضع الامني جيد فيها ولله الحمد. كل جماعه نحن ضباطنا بصوره عامه ومراكزنا بصوره عامه، يعني رغم يعني جيار يعني منطقه عشائري. الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك ويبارك فيك. عندنا زياره للقياره والمفاصل الداخليه، القضاء نعتبر العمود الفقري. العقيد محمد حسين علي الطاقه الوطنيه حضر سيدي. حياكم الله سيدي، حياكم الله. السلام عليكم. سلام عليكم. شلونك؟ يا هلا فيك. وين ساكن انت؟ ربيعه. ربيعه؟ حياك الله. داخل الصالة عامة ولا؟ اغلب شيء بس بعد احداث داعش اغلب من داخلات، اقل احداث داعش ما كل من داخلات حاسب. السلام عليكم. يعني انتم سبقتوهم انتم؟ لا احنا شغلنا اقل سيدي. ايوه وين قالت في الحصر السلم؟ عليكم السلام. صحيح لو لا تقول الناس القانون تتعلم هي المدير وانا كيلو ان شاء الله على رمضان يعني الفقير يعيش صوم ان شاء الله الله يجعلكم دائما بخير ان شاء الله.